الامريكاني عمره ما عرفنا اي حاجه بخصوص شغل غير الحاجات اللي هو عارف انها ما تبقاش خطر. ده امك خدت الفلاشه دي امتى يا مرمت؟ من زمان يا باشا. من زمان ده امتى يعني؟ من يجي سنتين كده زي ما قلت لحضرتك، بس يوم ما ضاعت امريكاني قلب الدنيا عليها وكان هيجيب ده كل الرجاله اللي بتشتغل معاه لغايه ما لقيوها. امال هي خدتها تاني ازاي؟ دي مش الاصل يا باشا، انا امي عملت عليها واحده تانية ورجعت الاولانيه مكانها وبنت كده في الاخر اكنها اتنطرت منه. طب وهي خدتها ليه اصلا؟ كانت عشمانة تلاقي عليها حاجه تعرف منها البضاعه اللي بيجيبها بكام عشان تعرف هو بياكلها ازاي. ما لقيتش يا باشا عليها اي حاجه، بس شالتها معاها. ايوه يعني هي فضلت شايلها معاها ليه؟ خافت يا باشا لرجاله امريكاني يلاقوها، علشان كده خبيتها في خزنه السيفه بتاعتها اللي شايلها عند خالتي الله يرحمها. الخزنه دي فين يا ميرفي؟ عندي يا باشا، انا سافرت وجبتها من عند خالتي واديتها لامي وهي اللي طلعت الفلاشه بايديها. الملف ده قديم. ما هو في واحد تاني افتحه يمكن يكون في حاجه. ما انا بعمل كده اهو. سينا سارة سينا. شكرا. علياء كنت عايز اسالك سؤال كده، انت اتخرجتي بقالك قد ايه؟ اتخرجت بقالي حبه حلوين كده. طيب لو هو حبه حلوين وانت شاطره في الشغل وكده ليه ما اشتغلتيش لوحدك؟ هو كان حد طلب وانا قلت لا. طيب ولو حد طلب؟ طبعا، بس هو فين اصلا الشغل؟ وفي شغل في ظروف البلد دي؟ اللي زيك انقرض وخلاص. عندك حق، بس ان شاء الله يكون في شغل. ايدي على كتفك. طيب هي اختي هتتجوز ان شاء الله. ياه مبروك. امتى؟ يعني باذن الله كده في حدود سنه، لان خطيبها عايش بره والمفروض ان هو ينسق شغله ما بين بره ومصر ان شاء الله. يعني في حد عنده فرصه ان يكت من الكابوس اللي احنا عايشين فيه هنا ده ويقرر انه يقعد؟ اختي غريبه بس جدعه. هي من ناحيه جدعه فهي جدعه، وبالذات بعد ما والدي توفى هي حابه ان هي تكون قريبه لماما وما تسيبهاش. يعني ربنا يخليكم بعض. ربنا يخليكي. المهم تحب تشوف الموقع امتى ان شاء الله؟ هو فين؟ التجمع الخامس. التجمع الخامس حلو. السبت جاي كويس؟ باذن الله يا ريت. الساعه 12؟ حلو جدا ان شاء الله. خلاص يبقى انا هكلمك يوم الخميس او الجمعه علشان اكد معاك الميعاد. تمام؟ اتفقنا. لو سمحت عاوزه واحد كابتشيني تجوه لو سمحت عشان بوب المسكين. فهمت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة، طمنوني. الحمد لله. عملتوا ايه؟ قابلتوه؟ كله تمام. وقال لكم ايه بقى؟ استني بس يا بودة ما نقعد شوية. خلاص يا حبيبتي أنا آسفة، اقعدي. إيه يا سالك؟ أنت واقف كده ليه؟ لا أنا همشي أنا بقى وأبقى أعدي عليكم بكرة الصبح. يا سالك ما تقعد معانا في أوضة فاضية بقى. الله. لا هتكل أنا على الله، هاجي لكم الأول النهار. اتكلمي يا ميرفت. بس يا بودة خلاص، سالك مش غريب، مش هنقعد نتحايل عليه. خليني براحتي يا بودة. المهم بس عشيها عشان هي على لحم بطنها من صباحية ربنا. طبعًا، بس استنى كل لقمة معايا. لا سبقتك الحمد لله. تصبح على خير. انت من اهل. السلام عليكم. مفيش فايده، دماغه محجره. وعليكم السلام. جدع قوي الواد سالك ده يا بنت. جدع بس وبيحبك كمان. ما انا عارفه. وانتي مش عارفه. ايه يا بنتي يخرب بيتك. يا بودة مش قصدي، بس اللي انا فيه ده مش مخليني افكر في اي حاجه تانية. الحب مش بالفكر يا عينيا. بصي هو انا كده بقيت حاسه ان هو اهم حاجه عندي في الدنيا دي، وبقيت اخاف عليه قوي. فاضل ايه بقى تاني يا حبيبتي؟ فاضل ان انا اقولها له. قوليها له. تفتكري؟ تفتكري يعني واحد زي سالك ده يرضى بواحده عشت اللي انا عشته، ولا واحده كانت بتشتغل الشغلانه اللي انا بشتغلها؟ وهو لسه هيرضى؟ ما هو راضي وعايز يدلك صوابع العشره شمع اهو.
النبي يا بنت انت شايفه كده وابو كده كمان. بس اقول لك على حاجه يا بنت، قول يا لوكلوك. حبكها كده حبتين. في ايه بقى ان شاء الله؟ لا بيرضى يبات ولا يتسطح شويه. طب اقول لك بقى على حاجه انا، قولي. اهي دي بقى اكتر حاجه عجباني فيه. وبتحسبيها لسه بيحبك ولا ما بيحبكيش؟ اتوكسي. بقول لك ايه، تاكلي لقمه ولا تحكي لي عملت ايه مع البيه الظابط؟ ما هم قالوا كده فؤاد، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت مش يوم التحقيق قايل لي المساله مش هتخرج عن الحدود دي؟ امال اتنقلت ليه؟ بقت قضيه فؤاد ابن الكومي. بنت زباله زي دي توقفه في القفص ويتطص حكم في قضيه شروع في خطف وملفه، ملفه بالداخليه فؤاد، يعني الجدع مستقبله انتهى. يا كومي باشا، انا يوم ما قابلت وكيل النيابه عرفت انها هتوصل لحد كده، وبيتهيألي لو قلت لسعادتك يومها واحنا خارجين من النيابه كده وقلت لك طالما في قرائن محامي الخصم هيحاول انه يلاقي ادله وياخد حكم علينا حتى لو الادله دي ضعيفه او ادله مستحيله. يا كومي بيه لازم يحلل القرشين بتوعه. ادله ايه اللي ولاد الكلب دول بيتكلموا عليها؟ هو انا شغال منجد ولا ضابط شرطه؟ انا مفيش عليا دليل. يا استاذ انا قلت هيحاول محاوله. هو سعادتك في شهود عليك في الواقعه دي؟ لا مفيش. متاكد؟ هو ايه اللي متاكد يا متر؟ بقول لك مفيش حد شافني. يا حاج المكان اللي رحته ده كان مكان هو ما فيهوش صريخ ابن يومين وضلمه كحل، وانا متاكد ان محدش شافني. ماشي. واخبار عربيه سعادتك اللي اتسرقت؟ يا متر هو في عربيه بتتسرق اليومين دول؟ يبقى في عنها اخبار. يا كومي باشا مفيش اي ادله على عادل بيه، الحكايه كلها مجرد قرار نيابه وجلسه، بس احنا لازم نتفادى الجلسه. عشان كده انا كان عندي راي الحقيقه ان احنا في حاجه لازم نعملها عشان حتى نتفادى موضوع الجلسه ده وكمان الاعلام. اعلام؟ اعلام ايه؟ اعلام يا باشا يعني صحافه. الجلسات المفتوحه بيبقى فيها صحفيين، ولو مفيش الناس اللي مربطه مع الضباط يا باشا عشان تجيب لهم الاخبار، او الناس اللي في النيابات طازه بطازه اخبار يا باشا. طب يا فؤاد مقترحك ايه؟ والله يا باشا انا رايي ان احنا نحاول مع البيت دي تاني. مش اسف انا عارف. خلاص بلاش تفاوض، نعمل محاوله ضغط. ضغط؟ ضغط ازاي يعني؟ انا اقول لسعادتك ازاي؟ مش انت يا باشا قلت لي ان البت دي عملت محضر لواد حاول يعتدي عليها؟ حصل. والواد ده موجود؟ النيابه افرجت عنه. ما هي ماشيه كده، يفرجوا عن العيال الصايع ويحاكمونا انا. تمام. اه ممكن الواد ده يا باشا يبقى المفتاح اللي نضغط بيه على البت دي. نجرب. الجلسه الجايه انت بعد 16 يوم. ما بعد الواد اسمه ايه؟ اسمه تلاعب يا حاج. تلاعب؟ طب يا فؤاد العب ورينا ملعيبك. منى ساره. منى ساره كارا، ايه الاخبار؟ كله تمام ماشي الحال. تعالي. اخبار الشغل ايه؟ نقدر نقول خلصنا 40% من شغل الاسبوع. 40%؟ احنا النهارده الثلاث هتلحقي؟ اه ان شاء الله، احنا مستقتلين، الولاد المسكين ما بياخدوش نفسهم. كويس. طب وانتي؟ ما انا معاهم طول الوقت. طب اقول لك ايه؟ مش عاوزه تعملي حاجه مختلفه؟ بليز يا بص ما تدينيش اي شغل جديد، انا محتاجه ابدا دهانات الاول قبل ما احط اي شغل جديد في دماغي. ما كانش قصدي، انا قصدي نغير جو. نغير جو ازاي؟ يعني ايه رايك لو رحنا كملنا العشاء اللي ما كملناهوش المره اللي فاتت؟ مش عارفه يا باص. هو كان في حاجه ضايقتك فيه؟ لا خالص. طب انا ضايقتك؟ ابدا. فين؟ المره اللي فاتت خرجنا عشان فكره، يعني فكره جديده، المره دي هنخرج ليه؟ انا قلت لك يوميها، سهر انت ما خدتيش بالك. جد؟ طب سوري.
ممكن افكرك. انا يوميها قلت لك ان نفسي اتعرف عليكي اكتر. طيب اوكي، بس انت مطلوب منك طلب، ولو هيزعلك قول لي. لا بليز. ممكن بلاش درينكس. عارفه لو كنت قلت لي يوميها كنت رجعته في ثانيتها. لا ما انا طبعا ما كانش ينفع اقول لك كده، اول مره نخرج مش هغلس عليك يعني. ماشي. طب ينفع انا بقى اطلب منك حاجه؟ ينفع تطلب مني حاجه؟ ينفع بعد كده لو في اي حاجه ضايقتك مني، اي حاجه تقولي لي ساعتها؟ ماشي ماشي. عاوز مني حاجه تانية؟ بعد كده واحنا مع بعض ممكن الكلام بتاع الشغل ده، بص وهندسه يا مهندس، الكلام ده بلاش عشان خاطري. حاول حاول. انا همشي. معاك عربيتك؟ يس. ماشي يلا. خلي بالك من نفسك. حاضر. باي باي. باي.